العربيه دي. في ايه؟ انزل لي. ايه يا مدام؟ انزل لي من العربيه دي. في ايه؟ انزل لي. عايزه ايه؟ انزل لي. انت ايه حكايتك بقى؟ قاطعني ليه من الصبح؟ قاطعك ايه يا مدام؟ عيب الكلام اللي انت بتقوليه ده بس، انا راجل محترم. محترم؟ امسك لي يا حاج. يا مدام العربيه يا مدام. افتح اهو. هات يا حاج. مين اللي بعتك يلا؟ محدش. طب والله لا اضربك واحبسك. عمرك شفت حد يتضرب وهو اللي يتحبس؟ قسما بديل الله ما هسيبك غير لما تقول لي انت ماشي ورايا من الصبح ليه؟ هتيجي معايا سكه هحلك. هتحور انا معاك للصبح. استهدي بالله يا مدام وحاجك هيجيلك. انت راجل مش محترم، ايه اللي ماشيك وراه؟ حسب كده يا حاج، ده لازم ياخد دماغه ها؟ عشان يبقى عبره لاي حد بيعاكس بلد في الشارع. يجيله. عندك حق، عندك حق. الانسه عندها حق. يلا انت مين اللي بعتك هتتقطع حتت؟ المصريين في الشهامه ما يتوصوش، واديك شايف اهو. وانت جاي على وليا هياكلوك مكانك. انا هقولك على كل حاجه يا استاذه نعمه. نعمه النعمه الاسمي يعني عارفني يعني قاطرني يعني انا على حق. انا على ايه؟ على حق. مين بقى اللي بعتك؟ ياسين بالالف ولا الا امشي وراكي وابعت له تقرير عنك كل ساعه. ياسين بالالف؟ وده مين ياسين بالالف بقى ان شاء الله؟ ده واحد كده اترفعت عنه في قضيه دلوقتي بشتغل معاه. وايه موضوع التقرير ده؟ مش عارف ايه حكايته. في ايه يا جماعه؟ في ايه يا اخوانا؟ هو احنا ليه كده؟ مش معقول. خلاص يا اخوانا المولد انفض، خلاص ظلمنا الراجل، طلع تبع ياسين بيه الالفي. شكرا شكرا يا اجدع شعوب الارض. احنا حلوين يا مصريين. احنا ايه؟ حلوين يا مصريين. الله يبارك لكم يا جماعه. خلاص يا عمنا روح روح. احنا خدامين اكل عيشنا كلنا. شكرا. ده مفتاح العربيه. استنى يا حاج استنى. خد يا بشر، انت اولى من الرداتير. هي نزلت وضربتك؟ والله نعمة دي عسل. بس في غلطة كده يا باشا انا غلطتها، قلت لها ان حضرتك اللي بعتت عشان اراقبها وادي لك تقرير. الله يخرب بيت امك يا سامح، ايه اللي انت عملته ده؟ والله يا باشا انت ما شفتش وشها كان عامل ازاي؟ دي شرانيه، دي سكنت الناس عليها وكانوا هياكلوني في الشارع، فاضطريت اقول لها. اوعى ايدك. ينفع تخش؟ اوعى ايدك بدل ما افتحك تاني. يا استاذ مش ينفع تخش يا استاذ، واللي انت عملت فيه ده انا مش هسكت عليه، وهعمل فيك المحضر، وهقول لياسين باشا. اعلى مفخلك اركب. ده انت وضعت راسي على صدري مش هسيبك برضه يا استاذ. يا باشا الست دي بضحتني يا باشا، حاولت امنعها ما تخشش برضه دخلت. دي ست مفتريه. ايه اللي بضحتك كده؟ ايه اللي بضحتني؟ خد يا سامح، خد اعمل له بضحته دي وشوف له راسه دي خيطها له ولا. روح يا حبيبي. بعت الراجل ده ورايا راقبني ليه؟ بخلي بالي من موظفيني. مش انت بس على فكره، انا باعت ولا كل موظف من عندي حد عشان يخلي باله منه. قرين يعني؟ ايوه قرين. بس انا عندي اشطر موظفين في مصر يا نعم، خايف حد يسرقهم مني. طب بص بقى، انا حاولت ابصيها لك كده بالمحسوس ان الست متجوزه، بس واضح ان المحسوس ما جاش معاك، فصح اوصلها لك بالملموس زي ما انا لسه موصلاها للرجاله بتوعك، يمكن الفكره توصل لك. فلو دي الحته اللي انت عايز تاخدنا ليها يا اهلا، وبكل ترحاب بقول لك يلا وبعونك يا رب. انا قد اي حد وقد اي مشكله. شغل معاك انا بطلت، ورقم تليفوني تمسحه من عندك، ونصيحة أقولها لك تخليها حلقة في ودنك ليوم الدين. الحريم المحترم أكتر، بس هما الكام واحدة البطالة اللي مسوقين سمعة الباقي ومطمعين اللي زيك فينا، ومخليينكم تفتكروا إن عيشة زي أم الخير.